هذه الفئة، فئة الثنايا البكار. بسم الله وعلى بركة الله أيها المتابعون الأعزاء في كل مكان، هكذا ومجددا يعلن برج مراقبة هذا الميدان عن إقلاع وانطلاق هذا السرب الأصيل، هذا السرب الذي حلق مع بداية الانطلاق في فضاءات أجواء هذا الميدان. والهدف هو هدف مشترك للجميع، هدف يريد أن يحققه كل من انطلق في هذا الشوط الرئيسي وفي هذا التحدي. إنها الأشواط الرئيسية بحلاوتها وجمالها، بعطائها المتدفق من هذه السبق التي تواجدت هنا لتضرب موعدا حقيقيا في ميدان التحدي، حيث يكون التحدي السمة البارزة لدى الجميع. بسم الله ابتدأنا إذن لننطلق نحو هذا الهدف الذي يطمح إليه الجميع، وهو الناموس وتحقيق المركز الأول. أسماء لها تاريخها، أسماء لها لميعها، وجميعها تهدف إلى الناموس. الله الله الله، البداية مشاهدين الكرام مع من تحتل المركز الأول. هذه شديدة، ضيفة الميدان القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، نرحب بها أجمل ترحيب للمشاركة معنا هنا في ميدان الشحانية. شديدة إذن تحمل وتقل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها عبيد بن شينان المري عمدة المضمرين. المتابعة على المركز الثاني، أجد وأرى هنا الشحانية من تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث فهناك أيضا الشحانية من تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمرها سالم بن فاران المري. أتابع المركز الرابع وأجد هنا عسيلة من تحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمر عسيلة سلطان بن محمد الوهيبي. بينما خامسا أجد مكيدة أو هنا الغارية، الغارية من تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمر الغارية في هذه الغارة سالم بن فاران المري. ها هي نتيجتنا إذن للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ونحن نسير هنا ضمن آفاق مفتوحة ومنافسة مفتوحة امتدادها مسافة الستة كيلومترات. مرة أخرى أعود إلى المقدمة لأرصد لكم تغييرا واضح هنا أتابعه بعين المجردة كما تشاهدونه جمهورنا العزيز الحاضر والمتواجد في هذا الميدان، جمهورنا من يتابعنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من خلال قناة الريان الفضائية. غيرت الشحانية الآن لتستلم زمام المبادرة ولتكون هي سيدة لهذا الموقف. الشحانية إذن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. أما المركز الثاني فهذه شديدة، الله يا شديدة شديدة مشاهدينا الكرام، من حققت المركز الأول في الشوط الرئيسي في سباقنا المحلي الأول. ها هي تنطلق بمزاياها العديدة بانطلاقاتها الفريدة في ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويقودها في عملية التضمير من حاز وحصل على شهادة الدكتوراه في عالم التضمير العمدة عبيد بن شينان المري. المركز الثالث الشحانية تنطلق في ثالث المراكز بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. حتى وإن كان في ريعان الشباب إلا أنه أثبت على أنه واحدا من العمالقة، أثبت بأنه واحدا من فطاحلة المضمرين. الله يا سلام، أيضا هنا دخول وتسلل قوي قوي جدا من عسيلة من غيرت وانتقلت إلى المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمرها أيضا العملاق سلطان الوهيبي. المركز الرابع أيضا دخلت الغارية، الغارية تتسلل الآن مرور وعبور إلى ثاني المراكز من الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري. من عشق الذهب، من تواجد في أشواط الذهب وحقق الرموز من كؤوس
رؤوس ومن سيوف ومن إلى آخره من منافسات وتحديات كانت على الرموز. الذهبي يسيطر الآن على المركزين الأول والثاني. الله، الشحانية والغارية في هذه الغارة على ناموس الشوط الأول الرئيسي. الشحانية تتسيد الموقف بدعم ومساندة من الغارية من تحتل المركز الثاني. يا سلام، المركز الثالث أجد هنا عسيلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. بينما المركز الرابع شديدة، هذه شديدة، والشوط شديد، والمنافسة منافسة شديدة وشديدة. تحتل المركز الرابع وتريد أن تشد الرحال إلى المقدمة وإلى الناموس. هذه شديدة إذن في رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها عبيد بن شينان المري. ولكن تسلل ودخول على المركز الرابع من الشحانية التي انقضت انقضاضا واضحا على رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يقودها ويرافقها في عملية التدريب وفي عملية العناية والرعاية سلطان بن محمد الوهيبي. ها هي نتيجتنا، أذعناها مرة ثانية على مسامعكم أيها السادة المشاهدون، أيها المتابعون الأعزاء. ننطلق في حساسية هذه المنافسة، شوط حساس وراقي، شوط ممتاز ومميز. هذه إذن هي معطيات السباق، وهذه هي مشاهدين الكرام الأصالة التي تتدفق هنا، عطاءات بلا حدود. الله الله، ما زالت الأمور في قبضة الشحانية. من تتحكم بمسار هذا الشوط، تضبط إيقاع المنافسة وتسيطر سيطرة ممتازة على مجريات الأمور. الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. الله الله الله، المركز الثاني، عسيلة تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها سلطان الوهيبي. من يتواجد أيضا بالشحانية في المركز الثالث، المركز الرابع الغارية، وفي المركز الخامس هناك شديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتضمير مع عبيد بن شينان المري. هكذا إذا أيها المتابعون الأعزاء، نقترب من قوس النصر، نقترب من الانعطافة الأخيرة، نقترب من الكيلومتر الأخير، وأجد الأمور بدأت تتغير، وبدأنا نتفاعل هنا مع تفاعل الأمتار الأخيرة، ومع هذا المستوى الذي يترجم هنا على أرض الواقع، مستوى راقي، مستوى مميز مثل ما ذكرت سالفا. هذه إذن التغييرات التي تكون مع عسيلة. ها هي عسيلة إذن تحتل المركز الأول وتنطلق برفقة الشحانية بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث فتتواجد فيه الغارية، من تحتل ثالث المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المري. ويبدو مشاهدينا الكرام بأن هنا الشحانية وعسيلة، عسيلة 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 عصاها في البطان، وتقدم أداء فنان. الله، شوفوا 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 هذا العرض الممتاز، وتابعوا وراقبوا هذا الأداء المنطلق من خلال الشحانية. من تحتل المركز الثاني تريد الانطلاق، تريد أن تحظى بأي تعليمات أو أي شبه أوامر من مضمرها سلطان الوهيبي. الله، شوفوا 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 هذه الشحانية، هلان الشحانية في المركز الثاني، ولكن عسيلة، عسيلة ما زالت في المقدمة، ما زالت في المركز الأول. هذه عسيلة وهذه الشحانية، وهذا هو مشاهدينا الكرام المشهد الذي ترونه أمامكم، مشهد يعكس قوة المنافسة، ويعكس تفوقا واضحا لهذا الشعار المميز، لهذا الشعار العملاق. إذا مشاهدينا الكرام، عسيلة والشحانية جنبا إلى جنب، نحو تحقيق الهدف، نحو تحقيق المراد، نحو تحقيق الانتصار. سلام 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 على هذا الاندفاع، وهذه الشحانية، هذه عسيلة، عسيلة والشحانية، الشحانية وعسيلة، وناموس الشوط الرئيسي إذا ينتزع انتزاعا هنا مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سلطان بن محمد الوهيبي. مشكور وما قصرت يا سلطان. المركز الثاني الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر سالم بفارة المري. المركز الرابع
جاءت في الشحانية لسعادة الشيخ، القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هي من جاءت في المركز الخامس. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا تابعنا وتابعتم معنا الشوط الأول الرئيسي والذي كان من نصيب عسيلة التي انتزعت المركز الأول رفقة الشحانية، وتوقيت الزمني 9:38 ثمانية أجزاء من الثانية بدون أي تعليمات تذكر. المركز الثاني جاءت الشحانية توقيتها 9:39 بالوفاء والتمام. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهنئة للمضمر سلطان.